لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخسارة. أخيراً انعقدت محادثات الكويت، هذه الجولة التي تأجلت لأكثر من مرة منذ انتهاء الجولة السابقة في بيال السويسرية وحتى اللحظات الأخيرة مع تأخر وفد الميليشيا في صنعاء، تعقد وسط أمال بتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي طالت أكثر مما ينبغي. إن الخيار اليوم سيكون واحداً. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد في كلمته الافتتاحية أن أمام المتفاوضين واحد من خيارين: وطن آمن ومستقر لكل أبنائه، أو بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم، وأن الفشل خارج المعادلة كما قال، لكن لا شيء يوحي بأن أحدا سيأخذ ذلك على محمل الجد بما فيهم صاحب العبارة نفسه الذي ما يزال مترددا في أي الطرق سيصل بالأزمة اليمنية إلى خارج حدود الفشل. في هذه الجولة وعلى الرغم من الاتفاق على أجندة المباحثات، إلا أن وفد الميليشيا لا يزال يراوغ، وهو الأمر الذي يهدد بالفشل كما في المرات السابقة، مع إعلانهم التحفظ على النقاط الخمس التي تشكل أرضية المباحثات. وفد الميليشيا وبحسب مصادر في الكويت يحاول ترتيب النقاط الخمس لتبدأ من إنهاء العمليات العسكرية من قبل الحكومة والتحالف واستئناف العمليات السياسية قبل انسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما الوفد الحكومي يؤكد أن ذلك غير ممكن وأنه لا يمكن نجاح أي عملية سياسية في ظل وجود السلاح بيد الميليشيا، وهو ما أثبتت التجارب السابقة. موقف المبعوث الأممي جاء متوسطا وغير مبشر أيضا، مع قوله أن تلك النقاط الخمس هي أساس الحل المنتظر في الكويت، ولكن تنفيذها ليس متسلسلا، مع اقتراح بتشكيل لجان تعمل بشكل متوازن بهدف التوصل إلى اتفاق واحد وشامل كما قال. في الكويت تتساوى كل الاحتمالات في هذه اللحظة، وفي حين ينتظر اليمنيون حلا طال انتظاره، فإن المؤشرات لا تبشر بالكثير.